تقدير الإنسان للإنسان واجب بغض النظر عن لونه، شكله، نسبه. المشكلة الأكبر إن الناس تقيم الإنسان بحسب عمله. لو نشوف بعض الناس يستحقروا أو أكثر الناس يستحقروا ويستخفوا بأصحاب الدخل اليومي. خلونا نشوف الشارع ونشوف رأيهم عن موضوع حلقتنا لليوم. هديت له راسه، لو يرفع صوته منظف سياره ها وعاد ابوه يرفع صوته. مالك يا حبوب؟ يا اخي خلاص مالك دافع يا حبوب، هذاك خلاص اهرب. انا وصلت السياره قال ايوه وغشر براسه ودخلنا السوق. ابونا ما يخليه فرق فيش يعني. انا اسالك لا كلهم بني ادم ما في فرق ما في فرق. يعني أنت لو لقيت دكتور ولقيت مسح سيارات تنظرهم نفس النظرة؟ سواسية نعم نفس النظرة. نعم فيه. ايش الفرق بينهم؟ الفرق هذا دكتور وهذا مسح سيارات. ايش الفرق؟ يعني هذا دكتور متعلم درس تخرج عنده شهادات عنده يعني تحكم على الإنسان من عمله. أكيد هذا يعني بيكون إنسان واعي، إنسان مثقف، إنسان دكتور هذا. والله هي في الأصل أن الناس متساويين عند الله، لكن التميز في الناس يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ التميز المبني على أسس موضوعية يجعل الإنسان يعني المجتهد الذي يقوم بعمله في نواحي يحظى بالتقدير والاحترام أكثر. لا يعني تموتون جوع يعني لا بس مش أي شغلة تشتغل يعني شغلها من شغلها. بعض الشغلات لا ما تشتغلها. هل ممكن تشتغل مسح سيارات؟ لا. ليش؟ ما اشتغل الشغله هذه. ليش؟ مهنه غير شريفه او مهنه فيها عيب؟ لا والله مهنه يعني ما هي عيب، بس الشغله هذه ما اشتغلها. اكيد بقومها حلال اكيد. شغل مسح سيارات؟ اذا اضطر الامر. مش انه هو مش شغله عيب لا، ما هي عيب لا، ما هو بعيب. بالك كل انسان مستعد يشتغل اي شغل. صح. حتى من لم يعتقد انه الان ممكن ان يشتغل هذا الشغل، اذا اجبرته الظروف سيشتغل. يعني الواقع اثبت هذا، في ناس اشتغلوا اشغال لم يكونوا يتخيلوها وسكنوا في مساكن ما كان يتنازلون يسكنوا فيها، الواقع يجبرك احيانا والشغل مش عيب طبعا. عاد تشتغل مسح سيارات؟ ليش لا؟ اشتغلت انا جاهل. مثل ما شفنا أكثر الناس قالوا مستحيل أنهم يعاملوا الشخص على حسب مهنته أو وظيفته، وإن الذي يفعل هكذا هو إنسان جاهل. بس لو شفتوا حد بيهين مسح السيارات لأنه مسح السيارة، إيش بتكون ردة فعلك؟ صفي هنا زي الناس، صفي فهاز. كم؟ ها؟ 1000. 1000 ايش؟ ايش 1000؟ مالك يا عمي هذه 1000. حق ايش؟ انا انت غسلته ولا لا؟ ايوه غسلته كله يا عمي مالك. هاب لك 200. لا 200 يا عمي ما تجيبش. بهب لك 200 والله. ال 200 ما تجيبش حاجه الا تجيب حاجات. والله ما تجيبش حاجه يا عمي عيب. حق انا 1000. صح. لا لا مشيش ال 200 يا عمي، مشيش ال 200. امسك يلا. مشيش ال 200 يا عمي عيب. امسك. مشيش ال 200 يا عمي يا اخي عيب. معيش ال 200 ما تكفيش هذيك. شال حقك يلا روح. يا عمي ايش ال 200؟ روح. ما تكفيش يا عمي ال 200 مالك. شوف انا منتظر الناس توقع لي شراتي. روح. والله دي ما تكفيش يا عمي والله ال 200. ما تفهمش انت ولا ايش؟ روح. مالكش دخل لو سمحت. اخر 200 ما تنفعش. مالكش دخل. ما تنفعش ال 200. علاقة ايه؟ ما تفهمش. عمي هزمني. تعرفه ولا لا؟ خلاص روح. لو سمحت يا عمي. 200 ولا رجعها فيك؟ يا عمي ايش عادي ما تكفيش، ايش ال 200؟ يا ابني روح 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 يلا. ما تكفيش يا عمي ال 200 مالها؟ ما حد له دخل لو سمحتم. ما حد له دخل. روح يلا. يا عمي ايش ده ما تكفيش. روح روح. يا عمي ما تكفيش مالها؟ مكروفك روح. يا عمي ما تكفيش. ايش فيها يا جماعه؟ غسل لي السيارة بقيت له 200، حد له داخل؟ ما حد له داخل، يلا روح. ها؟ انت تشوفها خطأ انا اشوفها صح. انت تشوفها لكن احنا ممكن نتعامل معك بطريقة ثانية. اللي يتدخل ما لا يرضيه. انت تعمل خطأ. لا ما لا يرضي، يلا يلا. خذ حقك روح 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 روح. روح. اقول لك مالكش دخل لو سمحت. روح. اشتري عليه وزن. مالك يا حبوب؟ يا اخي خلاص. مالك داخل يا حبوب؟ خلاص. اهرب. يا اخي مالك داخل. ما حد له داخل. انا حر. انا حر. ما حد له داخل. انا حر. انا حر. حر. اعمل لي سيوف. يا اخي نهار حق السيارة اجي. طيب سيارتي سيارتي اقول لك يا اخي سيارتي قاع رجال قاع رجال قاع رجال هرب هرب قاع رجال هرب قاع رجال هرب يدك هرب يدك هرب يدك مالك انت هو المهارة بعدين تنزل كبرت بيه. السلام عليكم. بالنسبة للموقف هذا ما حد يرضى به واحنا كيمنيين عندنا غيره. أنا ما يمكنش أكد اليوم أنام نهائيا وأشوف هذا الموقف أمامي. إيش الذي خلاك تتفاعل مع الموقف؟ لأنه يعني أهانه، موقف إهانة. أنا كنت بخلي الأخ هذا ياخذ هذا والماء ياخذ حق يوسع حتى الأرض. والله ناوي لو كنت كذا. والله ناوي أنا وأنا غضبان. طيب إذا ما لقيتش أي عمل، ما لقيت إلا عمل إنك تمسح سيارات هتشتغل؟ والله طالما هو عمل نظيف ونزيه تاخذ لقمة حلال أعتقد إنه أشرف عمل. يعني أنك تاخذ لقمتك بدون ما تؤذي الآخرين أجمل عمل، وإحنا قد اشتغلنا ربما أكثر من هذا العمل وإحنا صغار بهذه الطريقة. ما في مشكلة إنه الإنسان يبحث على لقمة عيشه بطريقة يعني يحافظ فيها على شرفه. أفضل مما يتسول من الآخرين. رسالة توجهها للناس الذي بيسخرون. أنا رسالتي أنا أقول أن لكل متكبر نهاية، وأنا أمر من ويعني كل الناس الذي لديهم إمكانيات أن يعطفوا على الصغار ويعطفوا على المحتاجين. أولا الأسلوب الغلط يعني بالتعامل مع الطفل. هو بيقول له ليش تنظف السيارة وما طلبش منه إنه ينظف. لا بعدين طريقة إنه يضبط الحاجات حقه وكذا، وهو بالأول والأخير طفل يعني قد يكون غلط، قد تكون الحاجة اللي خلته يسوي كذا إنه يشتيوا يعطي له مبلغ بطريقه ما، فكان الرياكشن حقه مش كويس. اذا كنت مكانه وبتشتغل على هذا العمل وواحد جاي يعاملك بنفس الطريقه، اعتقد ان انا بضطر ان انا اسحب نفسي وامشي يعني علشان ما اقطعش عيشي فقط. يعني في يوم من الايام ممكن تشتغل هذا الشغل عادي طبيعي. مهنه شريف طبيعي. اسلوبه ما له اسلوبه مستفز يعني يتكبر على الناس والله يعني ما مش حاجه غلط. هو طلب بيقول له ليش بتمسح السيارة وما طلبش منه. طيب بس ما ينفعش يصلحها هكذا وجد يعني هو كبير ولا الطفل؟ وإذا كان رجال كبير؟ ها ما يصلحش. إيش رأيك بالذي بيشتغلوا هذا الشغل أنهم بيمسحوا؟ والله إني أحترمهم يعني أكثر ناس، أحسن من اللي يمدوا يدهم بالجوالات. أول حاجة أعطاه 200 قلنا يعني خلاص يمشي بها، هذا عدو رجع يظبط أدواته ومدري إيش يفعل، يعني هذا شيء يعني يثير الغضب لأي واحد مش ولا لأي واحد. بس أنت ما تعرفش، إيش الذي خلاك تتدخل؟ هذا العمل هذا الذي فعله خلي اي واحد يتدخل مع هذا في هذا العمل. طيب لو كنت مكانه ايش كنت بتسوي؟ يعني وكان لي قدره يعني انا عاد اخذ حقي، بس اذا ما ليش قدره قلت نوكل امرنا الى الله بس. حاسبك حق ايش؟ كسير نظفناه كسير. ما اللي قالك تنظف؟ انا قلت لك نظف؟ يلا يلا روح روح انقلع. ما اروح انا ما بخرج الا بحقي. تحرك. ايش حقك عندي لك انا؟ انا قلت لك نظف السيارة؟ ايوه قلت لك نظف اول ما خرجت منها. ما قلت لك انا روح روح. لا اقول لك روح لديك ملطام وصل ابوك هذا امك. روح. الله الله الله. ما قلت لك نظف انا ما قلت لك نظف. ما قلت له نظف السيارة. شوف تجيب لك هدرة انت. منزق قلبنا في الشارع. انا اقول لك ما قلت لك نظف السيارة، تفهم ولا ما تفهم؟ يلا راح لك راح. راح انقلع. اقول لك راح. اقول لك راح. لا كلموا هذا الولد ارفعوه من هنا. ارفع نفسك. اقول لك ما قلت لك تنظف السيارة. قلت لي بنظف السيارة، قلت لك هزيت لك راسك، بس ما قلت لك انك تنظفها. لا هزيت لي راسي كيف يعني؟ قلت لي ايوه نظفها. ايش انا قلت لك؟ انا اشرت لك كذا بس ما انا حولك انا قلت لك لا تنظف السيارة. يعني احنا نربي عيال الناس عاد انا نربيك انا. من نظف عاد ابوه يرفع صوته. يا رجال هذا جي قال بتنظف السيارة، قلت له ما في مشكلة. هزيت راسي خلاص جا ونظفها. خلاص يعني قلت هزيت راسك يعني انت هزيت ايش؟ انا هزيت بس مش ما ولا لا تقسم ولا لا تقسم. طيب انا قلت هزيت راسه انا كنت مشغول باتصال لكن تعرف انت حاسبه يا اخي اعطيه حقه خليه حاسبه. ايش حاسبه؟ هزيت له راسه لو يرفع صوته منظف سياره ها وعاد ابوه يرفع صوته. لا ما احنا سوا. شو اللي قال لك انه سوا؟ ناس فوق وناس تحت. لا ما احنا شو سوا. لا ما احنا سوا. عندك انت ايوه. لا تحاسبه. رد فلوسك يا رجال. ارجع تعال. لا مغسل سياره. تعال رجع ال1000 رجع ال1000 تعال رجع ال1000 شل حقك معنا فلوس كلنا مع فلوس. شل فلوسك ده فلوسه امسكها لا ردها. مالك دخل رجع هناك ماشي لله ما وصدق. يلا روح الله يستر عليك. روح الله يستر عليك. مالك دخل انت تدخل. مالك دخل انا معي فلوس بدي ادفنك فلوس انت وياه. هو سواسيه يمني. ايش على راسه عيب. بحب على راسه وعلى رمشته زيد طيب سمعني انت. انا اشرت له تاشاره بس ولا ما اشرت له. انا حاسبته بتحاسب حياك الله. طيب اعطيته انا عده 200. ايش عده يبغى 200؟ خلاص روح له خلاص. اما هو يمني ما قلنا شيء يمني ولا ايطالي ولا ما يبقى منظف سيارات. انا والله ذبحت منك يوم قلت لهم مغسل سيارات. طيب مغسل سيارات ايش تبي؟ ما تدري كيف كلنا مغسلين. لا مش كلنا عينه. ليه؟ يعني فوق المشاكل كلنا عيال سبع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايش الذي خلاك تتدخل في الموقف؟ والله لما حسيت انه سوى تفرقه لما يقول هذا لا مغسل. احنا عيب احنا كلنا مسلمين. الرسول قد سوى بيننا قبل 1400 سنة. صح. عاد الان بيسوي تفرقه وانسان طالب الله على عياله وطالب على الله على اخوته. ما يجوز. اذا ما وقفناش احنا معه من اي شيء يوقف معه. امورهم صعبة لازم التعاون والتقدير لاي شخص كبير صغير. لازم التقدير. نوجه رسالة للأشخاص الذين كذا أنهم لا يحكمون على ظروف الناس، لأنه يمكن يكون من أسرة عفيفة يعني كريمة والعمل ما هو عيب. والعمل ما هو عيب أي عمل. ما كلمتك غسل ولا شيء يا أخي عيب عليك. لو سمحت. يا أخي زعلك يا أخي. سمحت يا عمنا. يا أخي زعلك يا أخي زعلك. احنا غسلنا لك السيارة يا عمنا لو سمحت. والله اني غسلت لك السيارة يا عمنا. اخي ما كلمتك عشان تغسل السيارة. اشترت لي براسك يا عمنا، اشترت لي براسك. ما ترى اشترت لك انا ولا والله ما اشترت لي براسك يا عمنا. ما اشترت لك، ما مقزع عليك. لو سمحت. ما مقزع عليك. يا اخي اقزع عليك مني. اقزع عليك يا اخي مني. يا عمنا لو سمحت. قول لي غسل السيارة. يا اخي ما قلت لكش غسل السيارة انت. هذا. ما قلت لكش غسل، اقزع غسل السيارة هكذا بدون ما حد يكلمه ولا حد يصلبطه. كلمتك انت. ما كلمتش انا ولا شيء. أنا ما عشرت لك ولا شيء يا أخي عليك، ماشي لا حاسب ولا شيء، ليش أحاسب أنا ما أكلمك؟ قام حاجة قام ماشي ماشي، هذا بالصلبتين هذا بس اللي يجي يغسلوا السيارات خلاص ماشي ماشي لهم بالصلبتين يا أخي صلبطة، ما لك منا بحاسبه بس إلا صلبطة ما كلمتني خلاص نشيلك يا ولد أخي ما لك منا خليك زعلان يا أخي أنا وداك طيب للدهف لا طيب أنا قليت الله قلت له غسلت السيارة قال أيوه أشر براسه ودخلها السوق يقول لما يقول لي أخي لا تحاسبوش صلبطة بس صلبطي بس حقيقي 500 هدي 1000 ما أعرف يا أنت رجال الله صلبطي خلاص خلاص أنت مش قادر تقول أخي زعلك يا أخي أنا لو سمعت أخي زعلك يا أخي أنا لو سمعت زعلك يا أخي ما تقول انا نغسل لك السياره بعد كده والله انا قلت لي غسل لك السياره وغسلتها لك بصير كيفي جديد كيف الدقايقات يا عمران انا ما كلمتك طيب لو غسلت لي 100 غساله ما كلمتك انا لو سمحت يا اخي زعلك يا اخي زعلك زعلك لو سمحت يا عمران اخذت الغجاه ما تفهم غسل لك السياره وبعدين ماشي متى انا كلمتك انا دخلت له الله انا قاعد عمران غسل لك السياره قلت ايوه أنا ما كلمتكش ولا شيء صعب عليك. لو سمحت يا عمران. أنت صلبطة يا أخي زعلك. لو سمحت. أخي خليك غسل السيارة. أنا ماشي وأنا الله أغسل لك السيارة قال أيوه. ودلعين قالوا ما غسلنيش. ما شافوا السيارة واقفة خلاص. أنا أستوي لك ما كلمتكش. غسل ما كملنا يا عمران. ما أنت حق ولا كلمتك ما كلمتك. ما بدلك. أخي ما بدلك. ما بدلك. ما بدلك. ما بدلش ما بدلش يا اخي ما بدلش يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ايش الذي خلاك تتفاعل لهذه الدرجه؟ سكب البرميل على الادمي بيقول له لو سمحت يحاسبني ما رضيش يحاسبه. وشهر كريم يعني والادمي مسكين شاق على اسره ما يجوز في هذا الحد. فانا سحان اقول له يحاسبه الرجال تفاعل. وتتفاعل وتضرب الرجال وانت ما تعرف شو الولد هكذا. تاثرنا عن موقف مؤثر ما يجوز. واحنا الشعب اليمني في هذا الاشياء ما نشوفش معنا كفو منك وهذه هي شهامة الشهر هل مستعد تشتغل أي شغل علشان تأمن لقمة عيشك؟ أكيد مثل هذا الشيء في أي حاجة أكيد مش عيب كل حاجة رسالة توجهها للناس الذي بيستنقصوا أو بيسخروا من أصحاب مهنة مسح السيارة أنهم يتعاملوا معهم كتعامل عيالهم ونوقفوا معهم في كل شيء وأن هذا الموقف يعني يدل على الشعب اليمني كله في هذا الحد يدعمهم في كل شيء شكرا جزيلا لك شكرا شكرا شهر مبارك شكرا تعامل الإنسان مع الإنسان ضروري يكون بإنسانية لا تكونش تقيموا الشخص بعمله يمكن الشخص الذي بيشتغل بالأجر اليومي بين الشمس والحمى والبرد يستحق أكثر احترام أكثر تقدير من الشخص الذي بيشتغل في المكيف أتمنى وصلتكم الرسالة